مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. احنا كنتواجدوا الان في المنزل ديال محمد اللي القصه ديالو تعرفوها المغاربه. اولا غادي نشوف الموضوع مع الزوجه ديالو اللي ما جاتش عند الجمعيه ضد الدار البيضاء وتبعات وشافت الفيديوهات وعجبها الحال. كيفاش شفتي الامور؟ مزيان، فرحوا بنتي وجاو عندي، دابا فرحانه بهم عاونونا، دابا فرحانه بهم يفطروا معنا الحمد لله. دابا كانوا جاو عندك واليوم غادي يفطروا عندك هنا. نعم، فرحانه بهم. نعم، فرحانه بهم. الله يسر لك يا ربي. هذه اللي هي الام ديال محمد. نعم. الوالده كيفاش شفتي الامور؟ هما الجمعيه جات غادي يتبعوا معاكم، غادي يشوفوا الملف من جميع الجوانب. انا غنشوف معاهم هادشي الحضور ديالهم، غيفطروا معاكم اليوم. اييه، غيفطروا معنا اللي الجمعيه، مرحبا بهم وفرحنا بهم والله يطول عمرهم، معاونين على ديك الدريه دابا راهم جاو، انا فرحت بهم. خير، الله يسر لك يا ربي. انا غادي نجي عندك محمد. هي تتكلم مسكينه الكلام التلقائي، الخطوات الايجابيه. انت رفقه الاطور، فيها ناس ديال القانون، فيها اطور متمكنين في المجال. جيتوا في واحد البحث دقيق على الواقعه، بحال قلتي اعاده التمثيل ديال الجريمه اللي تعرضت ليها الطفله. كتبحثوا مجموعه من الطرق وغيكون واحد الفطور هنا عندهم. كيفاش بدات هذه القاعده ديال الجمعيه؟ شوف يوسف، اولا زعما الشكر كيرجع لك في الاول والاخير، لانك انت اللي مطي اللتام على هذا الملف وعلى هذه القضيه، وكنتي انت اول واحد اللي اشتغل على هذا الملف. ثم الاخوان في جميع المنابر ايضا مشكورين اللي تكلفوا بعناء السفر حتى لهنا. احنا اليوم جينا يوسف للدار باش نعرفوا شنو اللي وقع. ليس كمن راى كمن سمع، كاين واحد المثال كيقول لك ماشي بحال اللي شاف بحال اللي سمع. داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني اللي انا مسؤول التواصل فيه، سي عبد الصمد مع الاسف لظروف صحيه جد جد معقده ما قدرش يحضر معنا اليوم. رفقته حضرت اليوم، رفقته مجموعه من الاخوان الاعضاء بالمجلس الجهوي للمجتمع المدني باش نشوفوا المكان اللي كتعيش فيه هذه الاسره. اولا لان كنا كنسمعوا انها كتعيش داخل الغابه، هذا الكلام تقال في الصحافه، قلتيه سي يوسف تقنا بك، لكن لما جينا اليوم لعين المكان هنا نظره اخرى. علاش؟ حسينا بما تحس به هذه الاسره فعلا. لقيتوهم وسط الغابه. فعلا نحن نتواجد وسط الغابه. راه فاش كنتي فاش كنتي كتقولها سي يوسف انه وسط الغابه، فاش سي احمد ولا الجده فاش جاو لعنا وكيقولنا حنا راه عايشين وسط غابه. نعم، انا غنستمر معاك اذا سمحتي لي، غتعطيني ثانيه وغنكمل معاك. مشاهدينا الكرام، انا كنقول لكم شكرا، انتم مقبلين على الفطور، شكرا. اجي معايا، غادي ننتقلوا لعين المكان، تفضل معايا. مشاهدينا الكرام، باش نوضعكم اكثر في الصوره، هذا هو المكان. هذه هي الغابه للامتداد ديالها من تفلت حتى القنيطره. وغادي نخلي سفيان يكمل معنا الامور، وحنا الان في عين المكان. تفضل. قلت لك يوسف، صراحه فاش جينا حسينا باننا فعلا وسط الغابه، لان لا في الدخله كاينه واحد تقريبا واحد 4 ولا 5 كيلومتر باش دخلنا من 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 الطريق، وهي طريق فرعيه ماشي طريق رئيسيه، الطريق رقم 441 اللي جايه من تفلت. احنا الان نتواجد بجماعه سيدي عبد الرزاق الخزازنه. هنا ولينا كنعرفوا فين كتعيش هذه الاسره، وفين تعرضت الطفله سناء، فين تعرضت فعلا الطفله سناء لهذا الفعل الشنيع اللي هو اغتصاب افضى لحمل. هي عندها 11 الان 12 سنه. مع الاسف شفنا ايضا ان الجيران اللي قراب لهذا البيت هذا هما منهم جوج او ثلاثه اللي معتقلين، ثلاثه الان، هما اللي عرضوا هذه الطفله لهذا الفعل الشنيع الوحشي. اللي نتمنى ان التحقيق ينتهي في اقرب وقت، على الاقل هذه الاسره هذه يتشفى الغليل ديالها. فعلا انتقلنا هنا باش نحسوا بما تحس به هذه الاسره، هذا دورنا باش شفنا ظروف العيش. علاش الطفله سناء ما كتمشيش للمدرسه؟ عرفنا علاش. علاش؟ لان المدرسه تبعد عن هذا البيت ب 6 ديال الكيلومترات. طرحت واحد السؤال على الجده
خليت احمد ولكن رجعت للتاريخ. فاش كنمشيو نسولو لجدك نرجعوا للتاريخ. قلت له علاش نتوما ساكنين هنا؟ لان صعيب انك تجي وتسكن في هذه المنطقه الا ما كنتيش مزيود هنا او لا عندك الارض ديالك هنا. مستحيل اقول انه مستحيل انك تسكن لهنا لانك تبعد عن المستشفى بمئات الكيلومترات او عشرات مئات الكيلومترات، تبعد عن الطبيب، تبعد عن الصيدليه، تبعد عن جميع المرافق. غادي نجتهدوك اكثر. نعم. تبارك الله والعمل الجمعوي. انا كنشوف هذوك الدروج وهذاك السقف ولا هذاك السطح، اذا صح التعبير غيبان فيه كلشي. غتنتقل لي انت، خذ الميكرو، غتنتقل لي انت مع المصور. فعلا كيف ما قلت لك السي يوسف، كنت تواجدوا في هذه المنطقه اللي هي فعلا وسط الغابه. هذا البيت ديال هذه الاسره، ومني طرحت السؤال على على الجده باش نعرف علاش هما هنا، لان ملزمين بتقرير خصنا نوضعوه في المجلس ونتبعوا الملف. رفقه الدفاع، رفقه الطبيب ايضا اللي تعذر عليه انه يحضر اليوم، يوسف الدكتور المتخصص في الامراض العصبيه والنفسيه. فعلا نحن نتواجد وسط الغابه، ودخلنا في واحد الطريق رمليه. هو غادي تشوف من جميع النواحي نحن وسط غابه. لدرتي 360 درجه نحن وسط غابه تابعه لجماعه سيدي عبد الرزاق الخزازنه. وبالتالي يوسف حسينا فعلا بما تحس به هذه الاسره وبهذا الاب، اللي فاش قال لنا انه كان كيخاف على بنته يصيفطها للمدرسه. فعلا لها الخلاء، ارض خلاء، وهناك يعني تبعد المدرسه بستة كيلومترات، وهذا الشيء فيريفيناه اليوم. جينا ومشينا وجينا وعرفنا فين كاين المدرسه، فين كاين البيت، وفين كاين الطريق. ودخلت للمركز ديال جماعه سيدي عبد الرزاق الخزازنه، وهو منين جيت باش نعرف غير المركز اللي فيه المسجد وفيه البريغاد الجدارميه وفيه الجامعه، الوراق، الوثائق الاداريه وكذا. 28 كيلومتر في طريق خاليه من اي مرفق حتى لهنا، ما تلاقينا مع حتى شي واحد في الطريق. لا دابا هذا الحقيقه اللي عشناها حنا، ما تلاقينا مع حتى شي واحد في الطريق. واليوم ماشي يوم عطله، يوم الاربعاء، يوم الاربعاء. وبالتالي يوسف كل ما نقلتموه كان صحيحا، وكل ما قالته هذه الاسره حتى اللحظه هو حقيقه وواقع وتعيشه. وبالتالي فالخوف اللي كان عند هذا الاب هذا، ربما راه كاينين اسر اخرى في الجوار ايضا تخاف على ابنائها ما كتصيفطهمش للمدرسه. الإنارة الحمد لله، الإنارة العمومية كاينة الحمد لله، واصلة، يعني مسألة ديال الكهرباء واصلة. إلا أن ما تعرضت له الطفلة سناء من طرف مع الأسف الجيران، وهذا ما سيفضي له التحقيق لا محالة، لأن الأبحاث اللي قادتها فرقة الشرطة القضائية للدرك الملكي أفضت إلى أن المشتبه فيهم هما ثلاثة ديال الأشخاص. في انتظار أيضا أن الأستاذة الدفاع الأستاذة زينب ولا الأساتذة اللي غادي يتكلفوا بهذه المهمة إن شاء الله في الجلسة المقبلة، أي طالبوا بلا دي إن باش يعرفوا من، ماشي الاغتصاب، الاغتصاب راه متعدد يعني تعرضت للاغتصاب بشكل متعدد ومتكرر، لكن الحمل لكي يعرف يعني النسب. وتناولتي نمد في جميع الجوانب. شكرا لك مشاهدينا الكرام. كيبقى عندي شق اخير غادي نشوفوه مع محمد. محمد حنا في المكان سفيان، الجمعيه تكلفوا داروا اللي عليهم، كيناقشوا الملف من جميع الجوانب. كيفاش كتشوف الامور حاليا؟ انا مفتخر بهاد الناس اللي فاطرين معايا اليوم، وهاد الناس اللي جاوا عندي ومشيت لعندهم وفرحوا بيا، وانا فرحان بهم بزاف كما فرحوا بيا. وهاد الناس اللي قالها السيد راه هاد الناس راه بعيد عليا المدرسه، راه بستة كيلومتر منا لدار بن حسين، شي 4 كيلومتر ولا 5. بغيت شي عاود ثاني تشختي المزور، فما قيتيش على حساب الخزازنة، تمشي عاود ثاني راه لهذيك الغابه اللي كتشوف، راه السي يوسف راه هي فيها المدرسه وفيها واد
وما فيهاش شي حاجه باش غادي واد باش غمشي لك البنت مع هذاك الواد اللي خافت عليا اخويا، وراه هذاك الشيء اللي خافت عليه راه هو اللي لقيته، وجيراني هادو هما الناس اللي كديرهم كتافي. قلت انا زعما جا شي واحد يتعدى عليا غنلقى هاد الناس هادو هما اللي بجنبي. الام سولت على الام فين كتكون؟ الام كتكون خدامه في سيدي يحيى الغرب في الحقول ياك من 4 ديال الصباح ناقب الاوراق ديالك يعني عندها الوثائق واللي طلعنا عليهم وكتمشي في حتى سيدي يحيى الغرب اللي كتبعد من هنا واحد 35 40 كيلومتر ما كيجيو حتى الخمس يعني من 4 الصباح من الفجر حتى الخمس هاد العشيه. يعني سولت على الجده فين كتكون؟ الجده هي ايضا كتشتغل كتعاونوا نتوما كتمشي للسوق السوق اللي قريب من هنا. الاب الجد اللي هو الجد ديال سناء اللي هو الاب ديال احمد طريح الفراش عنده شلل اون افيسي عنده واحد لافيسي طاح ما بقاش كيقدر يتحرك، وبالتالي ولو ان هذه الطفله تغتصب امام عينيه ما عنده ما يدير. ولو كاع انا كنقول لك ولو الا انه هذا ما كان يقع كان يقع. كاين هذا البيت عائلي راه الا شفتي هنا غتلقى السكنه لهي والسكنه ديال الجده وواحد الجد والجده هنا والاب ديال احمد الاب ديال سناء. وبالتالي إذا كان فعلا طريح الفراش ما يمكنش يسمع ولا يشوف شنو اللي وقع. يعني هذه هي الامور اللي صعبت الامور بشكل كبير. حقيقة. يعني نعم. ماشي نعم. ماشي نعم. خيال. هذه حقيقه وقفنا عليها الحمد لله اليوم باش حتى حنا نعرفوا لكي يكون قلبنا مطمئنا. الله يوفقكم يا ربي وشكرا لك مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع في احدى الحوارات اللي درجت مع الاطراف موضوع النقاش اللي بطبيعه الحال معهم في الجوار للابناء ديالهم في حاله اعتقال. لن ننسى مجهود الجبار اللي داروا رجال الدارك صراحة اللي انتقلوا لعين المكان، وكل ما صرحت به سناء خذوه بعين الاعتبار وانتقلوا للغرف وانتقلوا الهدف بطبيعة الحال هو البحث عن الأدلة وكل ما يتعلق بالتلبس. مشاهدينا الكرام حاليا ثلاثة الأطراف معتقلين والسيد قاضي التحقيق في مرحلة الاستنطاق التفصيلي، سوف نوافيكم بطبيعة الحال بعد انتهاء ديالو في القضاء الجالس بالملف بدقة. مشاهدينا الكرام الجمعية مشكورة اللي اهتمت بها الطفلة للقمة في البراءة بطبيعة الحال وكذلك تساعد الأب في الظرفية الحالية. سوف نبقى على تتبع هذا الملف وسوف أوافيكم دائما بجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.